بعد تدهور حالتهما الصحية، أثارت وفاة نجمي الكرة اليمنية الكابتن عوض سالم عوض الشهير بعوضين والكابتن عبد الله الهر في مدينة عدن، أثارت موجة من السخط الممزوج بالحزن في الأوساط الرياضية. ألم النكران والإهمال كان أشد عليهم من ألم المرض، حرموه من حق العيش البسيط، مش فقط حق الإبداع وتقديم ما يمكن تقديمه. هكذا بدا المشهد في نادي الوحدة الذي لعب له النجمان الراحلان، حيث أقيم العزاء الذي حضره العديد من رموز الرياضة في عدن. تحدثوا عما تميز به الفقيدين بالإضافة إلى جملة من هموم هذا القطاع المهم. اهتموا بالمبدعين، المبدعين من الرياضيين والثقافيين والأدباء والكتاب اهتموا بهم بس، هذا اللي نحن نحتاج. ولو واحد استوابه حاجة ولا مرض، يعني لازم أقل شيء يلاقي شيء من العلاج، مثل البلد. استمرار إهمال المبدعين والذين مثلوا الوطن في المحافل الخارجية ميزة للإدارات المتعاقبة. فالكابتن عوضين وهو الإعلامي البارز أحيل إلى التقاعد القسري عام 2002، وهو في ذروة عطائه في المجالين الإعلامي والتربوي بعد نجومية ساطعة كأبرز لاعبي خط الوسط ومن مثلوا المنتخبات الوطنية. فيما عانى الكابتن عبد الله الهر نجم الدفاع والمنتخبات الوطنية من مرض عضال لأشهر دون أن تمتد يد العون من الجهات الرسمية. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.